أهلا بك يا أستاذ همام وأهلا أهلا. بالمشاهدين. الحقيقة يعني ربما يكون هذا الرفض متوقع، لأن كان هناك تسريبات أن المجلس العسكري لا يريد غالبية المدنيين على حساب العسكريين، وذلك على الرغم من أن كان من المقترح أيضا أن يكون هناك مجلسا للأمن القومي السوداني يكون فيه الغالبية للعسكريين مع عضوية رئيس الوزراء وزير المالية وزير الخارجية من المدنيين بصفتهم. نحن أمام يعني موقف حرج، لأن الشارع السوداني يطالب بتسليم حقيقي، تسليم السلطة بشكل ذو مصداقية للمدنيين، ويقف وراء هذه المطالب الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي. والمجلس العسكري الحقيقة من الواضح انه لديه نزوع الى الاستمرار في السلطة خلال الفترة الانتقالية. نحن اذا ازمة جديدة في الموقف.